هو شد الدراري معكم عمر مستعد بفيديو جديد. الصراحه ما عرفتش هذا واش غادي يكون فيديو جديد ولا لا، حيت ما معولش ما بروغراميش ليه. ما في ولدات والفيديو ديال ولاده قريب ان شاء الله، ما بقى ليه والو باش نحطه. هاد الفيديو غادي نلوح، حيت قلت لكم في الفيديو اللي فات الا وصلتو غير 1000 لايك غادي نلوح لكم فيديو جديد، وما خيبتونيش وصلتو اكثر من 1000 لايك. نتمنى حتى هاد الفيديو توصلوا ل 1000 لايك باش نحط لكم فيديو ديال البرانك، وموراها ان شاء الله الفيديو ديال الولاده. ابار جيف اوي اللي ما ربحش عندنا لكم واحد المفاجاه اخرى ان شاء الله، ما غادي نقول عليها والو انا وعبد الرحمن ان شاء الله. غنخليوها لكم كما قلت لكم مفاجاه. ونسيت ما قلتش لكم راه كاين واحد ليشيو ديال الهاسكي للدراري اللي مهتمين بالهاسكي ولا باغيين يربيو الهاسكي، غادي نخلي لكم النمره ديال مول الكليبات، هضروا معاه وتفاهموا معاه وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. المهم الدراري باش ما نطولش عليكم، انا غادي نهبط دابا باش نشد الطريق ان شاء الله لكازا. نخليكم واش الدراري كما كتشوفوا دابا يلا وصلنا لكازا. يلا وصلت، بغيت نوريكم واحد الكلب اللي في شكل اللي بغيت نوريه لكم قبل ما نبدا هادشي كامل. انا غادي نوريه لكم تشوفوا كيفاش عنده واحد الطرح شكل. اش المهم هذا هو الكلب، شوفوا كي داير. غبي غبي اش 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 عامر بالزيت ديال الموتور والقطران، وكنظن داير له مولات النفحه. غادي نخليو هاد الكلب، ما غاديش نهضر عليه دابا حتى في الاخر ديال الفيديو، غادي نشرح لكم كيفاش هاد البلان علاش طاري له وعلاش داير له مولات هادشي كامل. المهم شفتوا الكلب كي داير داك الكحل، يعني راه هو ماشي بيرجي نوار، هو راه بيرجي المو اللي زوين بزاف. قلت لكم في الاخر ديال الفيديو غادي نهضر لكم عليه ونقول لكم شنو كاين. دابا حاليا حنا غادي نخرج الكليبات، هما هادو غادي نخرج معانا، غادي نمشيو لواحد البلايصه زوينه باش نطلقوهم شويه، حيت موليهم قال لك الصباح ما خرجهمش هاد الصباح. يعني باغي يخرجهم، واصلا غير باش تعرفوا واحد الحاجه، ان هاد الذكر اللي غادي معايا دابا هو الذكر ديال مافيا اللي كوبليت مع مافيا ديك الخطره فاش جيت عند السيد هذا. نيت انا غادي نوريكم الكليبات وتشوفوا شي حاجه واعره بزاف. وهذا الفضاء، فضاء الالعاب للاطفال، ولكن نساو ما قالوش شي للكلاب حيت كيلعبوا فيه الكلاب. كما كتشوفوا الكليبات خرجناهم هذا الفضاء، هو هذا شوف تبارك الله كيلعبوا. يعني الدري ساج فيهم واعر بزاف، ما كيتسوقوا حتى شي واحد، ما يتبعوا لا دراري صغار لا والو، مولاهم تبارك الله مدرسيهم واحد الدري ساج اللي زوين وقي. يعني واخا يشوفوا المشوش يشوفوا كليبات صغار يشوفوا الدراري حتى هما صغار ما غاديش يتسوقوا لهم، تابعين مولاهم. والدري اللي مقابلهم هو هذا سميتو نزار، انا شويه وغادي نشد الكليب حتى هو غادي يخدم مع الدريساج، وتشوفوا يعني عندي واحد الخدمه واعره بزاف وخفيف بزاف تبارك الله اللهم بارك. باكو باكو مارك شحال في عمرها؟ هي عام وشهرين. هو والده هذيك. المهم كما كتشوفوا الكلبه والده بلاتي شويه ومشي نوريكم الوليدات ديالها حتى هما،
وكاين واحد كير صغير ولد باكونيش عنده في الدار، احنا نمشيو نشوفو حتى هو. عجباش الطلعة هذه؟ يوميا كتجيبو من هنا وقال ما كعدوش لك الدراري الصغار، ولكن اللي حرشهم خبار فراسك. دمروا مع القرعة هذا مدريسي بلوبجي، مشيو ردهم ولا هما عارفين الطريق بلاش. هابط الشانطي شاو دابا يمشيو بحال من راسهم دابا مشا. المهم كما كتشوفوا الدراري كلاب مشاو راسهم حيت عارفين الطريق، اصلا حافظ الوقت شحال خاصهم يلعبوا هنايا وشحال خاصهم يبقاو. غنمشيو دابا ان شاء الله باش نوريكم. عندها جوج وليدات، هذه لا ولدات، ولدات جوج، واحد الكليبات اللي زوينين بزاف. وغنوريكم حتى لواحد الولد، يعني ولد باكو عنده شي عندي لا كم شهر بحال هكاك، حتى هو واحد الولد واعر. المهم كما كتشوفوا الدراري كلاب مشاو راسهم حيت عارفين الطريق، اصلا حافظ الوقت شحال خاصهم يلعبوا هنايا وشحال خاصهم يبقاو. غنمشيو دابا ان شاء الله باش نوريكم. عندها جوج وليدات، هذه لا ولدات، ولدات جوج، واحد الكليبات اللي زوينين بزاف. وغنوريكم حتى لواحد الولد، يعني ولد باكو عنده شي عندي لا كم شهر بحال هكاك، حتى هو واحد الولد واعر. او باكي الصيد ابو هذا هو باكو. قود وجبني يو يو اش خدير باوني طافي يو كاملين غاطين يو قليش مبلوك دوماش ماغم ناقص باقاش نتلي صير فلوروج طيحو كي المورا طيرو غي فلورا بويا نو فيلينك قاد البادي نورمال اختي نميقو طمي فيك كيف فاك شون تيم فلاني لك باولك طمر ميحنوش فيك باوني ساكش من تويش مدفاني جاقرد مسج شحال جروني ما بويش كنجري في حلال وما يش كيما شفتو الدراري خدمنا مع الكليب شوية، سخفناه عيناه راه صيفطتو باش يشرب دابا. كنت موعدكم باش غادي نوريكم واحد الوليدات الصغار، حنا نمشيو نشوفوهم دابا وقولوا لي في الكومنتات كي جاوكم هاد الكليبات. هما الكليبات الصغار حنا غادي عندهم دابا نوريهم لكم حيت والدنا غير في واحد الدار. هو واحد كليب صغيور هذا ولد باكو. ها هو باه باكو اش في الدار عاوتاني كاين حتى الحمام. هما جوج حمامات خينيسي ديال بالنسبه للكلبه والدك هنا في هذه البلاصه. المهم هنا ما كتبانش حتى يجي نزار وغادي يحل الباب ونشوفوه. ما تعضنيش اما الوليدات ديالها عندها غير جوج. نو اللهم بارك شي حاجه زوينه تبارك الله. افيك طاش بلون بجوج فيهم لي طاش بلون. حنا نخرج دابا باش تخليهم هما تدخل عندهم.
هاي امهم تبارك الله كي دايره. دخل صافي خرجنا من عند كليبات صغار. ما بغيتش نطول عليكم بزاف هذا الفيديو هذا. قلت لكم في الاخر ديال الفيديو غادي نهضر لكم على هذا الكلب هذا اللي هو هذا سميتو قابل. نعاود لكم شنو طرالو وكيفاش القصه ديالو تدرنا له هذا الشيء كامل وعلاش ولا بحال هكا. المشكل ديال هذا الكلب هذا ها هو مولاه دايره في واحد الكاج اللي صغير شويه وما كيطبقوش بزاف وكيخرجوا واحد فتره صغيره بالليل. داكشي علاش كنقول لكم الكلاب ضروري خاصهم يخرجوا واحد على الاقل جوج سوايع في النار بحال هكا. هذا مولاه ما كانش كيخرجوا بزاف ويوميا كيصيق ليه بجافيل. يعني فاش كيصيق له بجافيل ما كيخليش داك الجافيل تينشف ولا شي حاجه غير كيكب بالماء كيكب جافيل كيضرب الصياقه كيدخل الكلب تمتم. مع المده الكلب بدا كيتنشف من اللور. هذاك الشيء علاش كنصح الدراري يعني باش يتهلاو في الكلاب ديالهم ويعرفوا شنو كيديروا لهم وحتى الصياقه فاش يبغيو يصيقوا لهم يعرفوا كيفاش يبقاو يصيقوا لهم لي كاج ديالهم ويختاروا البرودويات مزيان. هذا الفيديو ما بغيتش نطول فيه بزاف. المهم جيت من القنيطره حتى لكازا باش نصور هذه الحلقه هذه وما بغيتش نطول فيها بزاف. نتمنى تعجبكم هذا الفيديو هذا. دعمونا بواحد لايك وبارطاج الا بغيتو فيديوهات جداد. يلا دراري تهلاو.